السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورب تكونوا دايما بخير. سعر الدولار والعملات في مصر اليوم الخميس 15/2023 من قناتي أنا وحياتي، هنستعرض أسعار الدولار والعملات في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء فضلا وليس أمرا. أتمنى تشرفوني وتنولوني في قناتي أنا وحياتي باشتراك ولايك. أولا أسعار الدولار والعملات في البنوك: سجل الدولار الأمريكي اليوم 30.80 جنيه، ريال السعودي 8.21 جنيه، ريال القطري 8.46 جنيه، درهم إماراتي 8.39 جنيه، دينار كويتي 99.55 جنيه، دينار أردني 43.41 جنيه، جنيه استرليني 37.34 جنيه، اليورو 32.35 جنيه. سعر الدولار في السوق السوداء كما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي: الشراء سجل 40.8 جنيه، وسجل البيع 41.21 جنيه، يعني الدولار كسر 41 جنيه. كل لحظة السوق السوداء فيها سعر متغير. شكرا لكم.